شوف واحد سالفين الكلام على جرح غوي الحكاية خلف الجدران الكنج ده السيد ابو ليه الطبيض والفرسان الطبيض والفرسان يا سلام على الابداع. ايه رايك؟ حاجة جميلة جدا. الحمد لله. انت ما غير حاجة في الأكل النهاردة يا شيخ صلاح؟ طبعا واضح الناس كلها واخدة بالها من يعني الناس منبهرة مش كده؟ طبعا منبهرة جدا لدرجة انها بترجع الأكل وبتطالب بفلوس. لا 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 خلي بالك بقى ما تخليش حد يشتغلك. الناس مبسوطة بس بتتلكك عشان تاخد فلوس هدايا. ما تخليش حد يضحك عليك واسمع كلامي. الأكل زي الفل. أنا دخلت على النت وجبت لك وصفة جديدة. لا تقول لي علاء شربيني ولا الكلام ده خالص. ده حاجة جديدة خالص. ده على النت ده؟ طبعا. طب ايه راي حضرتك تروح بيتكم تقعد تشتغل على النت للصبح زي ما انت عايز؟ ربنا يخليك انا مش عايز اقعد في بيوت. انا بس كل محتاجه يعني مكافاه صغيره كده عشان نمشي الدنيا. لا ده لازم فعلا نكافئك مكافاه كبيره قوي. ربنا يخليك. يا ريت النهارده تروح. اجي بكره يعني؟ لا 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 لا, لا, لا. النهارده اقول لك بعد ساعه واحده. اتفضل خلص شغلك وروح. حضرتك اروح فين يعني؟ روح بيتكم. ايوه اشتغل فين؟ اشتغل في النت اللي انت قاعد تحطه لي ده. الناس متضايقه متعوده على الطعم القديم مش اللي انت قاعد تجرب فيهم. خلاص محلول. احنا نرجع كل الاطباق واعمل لهم الاكل القديم اللي كانوا بيحبوه واللي رجع انا هشيله النهارده. لا يا حبيبي انا عايزك تشيل نفسك كده وتروح للمحاسب تحاسب وتروح.